تعد الفرقة الموسيقية للشرطة من أشهر الفرق الرسمية التي أثبتت نفسها على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث تميزت الفرقة بالتطور المستمر وعدم اقتصارها على نوع واحد من الموسيقى. علامات بارزة تبقى حاضرة في سماء الفرقة الموسيقية للشرطة، فهي من عنيت بالكثير من المشاركات في المراسم الملكية والاحتفالات الرسمية والعسكرية، فضلا عن مشاركتها في المهرجانات بأداء متقن بارع يساهم في الشراكة المجتمعية. سنة 1929 تتأسس فرقة موسيقية في جهاز يعني شرطة، هذه طبعا تعتبر أنها هي أقدم تنظيم موسيقي عسكري في المنطقة. وطبعا الفرقة الموسيقية تطورت يعني من تلك الفترة إلى هذه الفترة إلى مراحل كثيرة، ومرت بمراحل كثيرة بالتطور. ومن تلك الفترة طبعا الفرقة الموسيقية كانت هي أول يعني من الإدارات أو الأقسام في تلك الفترة من أقسام وزارة الداخلية اللي ساهمت في تأسيس الشراكة المجتمعية. صنعت الفرقة لنفسها مكانة مرموقة على المستويين المحلي والدولي، حيث حققت نتائج مبهرة في جميع المهرجانات والمسابقات الدولية التي شاركت فيها، ليستمر نهج التطوير في عمل الفرقة ضمن منظومة واسعة للتطوير والتحديث تنفذها وزارة الداخلية. الفرقة شاركت في العديد من الاحتفالات الدولية، من أبرزها في هذا العام المشاركة في الذكرى السنوية لتأسيس مجلس التعاون الخليجي، وفي حفل العيد الوطني للولايات المتحدة الأمريكية. الفرقة الموسيقية الآن هي يمكن الفرقة العربية اللي تدعيها المهرجانات العالمية. الفرقة الموسيقية لم تعد هي الفرقة الموسيقية عسكرية بمفهوم السائد التقليدي، إنما الآن هي فيها أوركستر وفيها موسيقى الجاز، وأيضا فيها موسيقى اللاتين والفلامينكو والموسيقى العربية والموسيقى الشعبية أيضا، وبالإضافة إلى الموسيقات العسكرية والمارشينج باند. فكبرت الفرقة الموسيقية وتبنت مناهج في التدريب، مناهج عالمية، وكذلك أهلنا كثير من العازفين المهرة، وكذلك أهلنا قادة صف ثاني وصف ثالث أيضا من القادة القادرين على قيادة الفرقة الموسيقية. معزوفات وزارة الداخلية هي خير ما يمثل مملكة البحرين داخليا وخارجيا من خلال مشاركاتها المتميزة والمتعددة، حيث تعتبر الفرقة الموسيقية للشرطة من الفرق الرائدة على مستوى المنطقة لما تتمتع به من سمعة كبيرة.